Hello, my dear students. مرحبا طلاب الأعزاء. Welcome again to English class. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية إلى حصة اللغة الإنجليزية. This is teacher أماني. معاكم Miss أماني. واليوم إن شاء الله تعالى أحبابي. We will make a revision. بدنا نعمل مع بعض مراجعة لطريقة التحويل من the present simple من المضارع البسيط إلى past simple للماضي البسيط من خلال حل التمرين الأول exercise number 1 page 14 صفحة 14 من كتاب التمارين. الآن أحبابي بهذا التمرين ب exercise number 1 عم يشتغل على مهارتين. المهارة الأولى هي طريقة تصريف الفعل أو تحويل الفعل للماضي past بالإضافة للمهارة الثانية واللي هي حفظ معنى الفعل بالإضافة إلى وضع الفعل الصحيح يلي لازم يكمل الجملة لحتى تعطي معنى واضح. إحنا أحبابي بهذا التمرين منركز فقط على معاني الأفعال، نحفظ معناهم إن شاء الله تعالى، نعرف كيف الطريقة الصحيحة لنصرفهم ونحولهم من المضارع present للماضي past، وبيكون هذا الشيء هيك كافي جدا لإلنا لحتى تكون أمورنا تمام بالنسبة لقاعدة الماضي البسيط. قبل ما نبلش مع بعض نحل، وزي ما هو واضح بالنسبة لإلكم الحل بالفيديو الآن، رح أكرر عليكم القاعدة اللي بتقول إنه نحنا لازم نضيف الحرف دي لحتى نحول الفعل المضارع لماضي إذا كان الفعل المضارع هاد آخريته إي، لكن إذا ما كان آخريته إي هذا الفعل لازم أضيف له إي دي لحتى يتحول من المضارع إلى الماضي، فبيفقد معنى الزمن تبعه يلي كان الآن وبصير معنى حدث وانتهى، بمعنى أنه حدث وانتهى. خلينا نبدأ مع بعض بمعرفة الأفعال الموجودة عندي بالبوكس بالصندوق بالإضافة إلى تفسير وترجمة الجمل الموجودة عندي. أوكي، لحتى تكون الأمور واضحة إن شاء الله تعالى بالنسبة لإلكم، قررت إنه أقرأ عليكم الverbs الأفعال الموجودة بالبوكس بالصندوق، واتفقنا أحبابي إنه جميع الكلمات الموجودة داخل الصندوق في exercise number one هم عبارة عن verbs عن أفعال. هذه الأفعال هي اللي بدنا نصرفها ونحولها لverb two يعني لفعل ماضي ونحطها داخل sentences داخل الجمل. رح أقرأ عليكم إن شاء الله الأفعال climb 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 يتسلق يتسلق climb يتسلق. حرف البي أحبابي silent letter يكتب ولا يلفظ climb climb. walk 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 يمشي يمشي walk يمشي. الفعل walk حرف ال silent letter يكتب ولا يلفظ وعندي walk معناها يمشي. shout 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 يصرخ يصرخ shout يصرخ shout يصرخ. show 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 يظهر يظهر أو يطلع يطلع show يظهر أو يطلع. look 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 ينظر ينظر look ينظر. open 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 يفتح يفتح open يفتح. pick 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 يلتقط يلتقط pick يلتقط يلتقط.
And the last one, push, push, push. يدفع, يدفع, push, يدفع. أحبابي, push بمعنى يدفع إلى الأمام, يدفع للأمام. Okay. الآن خلينا نقرأ مع بعض السنتنسز, الجمل الموجودة عندي, لحتى نقدر نعرف معنى كل واحدة منها. Number one, Jack فراغ across the fields. Again, مرة تانية, Jack walked across the fields. بمعنى مشى, مشى Jack across, عبر the fields, الحقول. الآن أحبابي اخترنا هون الفعل walk, walk, كتبناها لأنها مناسبة للجملة لتعطي معنى صحيح. بعد هيك أضفنا الـ ed لـ walk فصارت walked, walked, walked. Jack walked across the fields. Okay. Number two, رقم تنين. Jack showed the beans to his mother. Jack, Jack showed the beans to his mother. الآن, okay. الآن اخترنا showed, showed لحتى تعطي الجملة معناها الصحيح. خليني أوضح لكم معنى الجملة الصحيح لحتى تكون الأمور واضحة. Jack showed the beans to his mother. بمعنى أظهر جاك أو أطلع جاك والدته على حبات الفاصوليا. إذن number two, الجواب showed, showed. ومن الواضح أنه أنا اخترت الفعل show وكتبته بالفراغ, بعد هيك أضفت له ed لأنه لا ينتهي الفعل show بالحرف الاي لأضيف له دي فقط, وإنما أضفت له اي دي. أوكي, نمبر ثري, سنتنس نمبر ثري, الجملة الثالثة. Jack's mother pushed, pushed the beans out of his hand. هلأ بعد ما أطلعها على حبات الفاصوليا, هون هي لما غضبت دفعت حبات الفاصوليا من يديه. Pushed, pushed, pushed. دفعت, دفعت. الآن أحبابي كتبت push, الفعل push, يدفع. بعد هيك أضفت له ed ليصير ماضي, صارت pushed, pushed. دفع, دفع. Okay. Number four, رقم أربعة. In the morning, in the morning, في الصباح, Jack looked out of his window. نظر من نافذته في الصباح. الآن أحبابي, look, look لوحدها ينظر. أضفت لها ed لحتى تتحول للفعل الماضي, فأصبحت looked, looked, looked. نظر, نظر. فمعنى الجملة, في الصباح نظر جاك من النافذة. Number five, sentence number five, الجملة الخامسة. Jack climbed, climbed the beanstalk. Jack climbed the beanstalk. تسلق جاك ساق الفاصوليا. تسلق جاك ساق الفاصوليا. هون اخترت الverb climb, تسلق, أضفت لها ed لحتى أحولها لverb to, الفعل الماضي, فصارت من يتسلق تسلق, تسلق. Okay. Number six, رقم ستة, الجملة السادسة. Jack opened the door of the cage. فتح, فتح جاك باب القفص, باب القفص, cage قفص. الآن open اخترتها لحتى تتناسب مع الجملة ويصير عندي معناها انه فتح جاك باب القفص. اضفت لها ed لحتى تتحول من يفتح الى فتح,
فتح، فأصبح معنى الجملة فتح جاك باب القفص، أي Jack opened the door، فتح الباب. Number 7، رقم 7، الجملة السابعة، He picked up the little hen، التقط الدجاجة الصغيرة. الآن picked التقط، اخترنا الفعل pick يلتقط، أضفنا لها ed لحتى تحولت من الفعل الماضي من الفعل المضارع إلى الفعل الماضي. Okay, number 8، رقم 8، The giant shouted angrily، صرخ العملاق بغضب. Shout، اخترنا هذا الفعل يلي أعطت معنى أنه يصرخ، أضفنا لها ed لحتى تتحول من المضارع إلى الماضي، فأصبحت shouted صرخ العملاق بغضب. أوكي، إذن بهيك أحبابي حولنا جميع الأفعال من المضارع إلى الماضي لحتى نروي أحداث القصة، لأنه إحنا أحبابي لحتى نروي أحداث قصة نختار جميع الأفعال يلي فيها تكون ماضية، لأنه القصة أكيد أحداثها حدثت وانتهت. أوكي، الآن climb بتصير climbed، walked، shouted، showed، looked، opened، picked، pushed. That's good. Okay guys، الآن رح أبدأ معاكم إن شاء الله تعالى جزء تاني من قاعدتنا، قاعدة الماضي البسيط، وهذا الجزء بيتعلق بالسؤال. الآن أحبابي كلياتنا بنعرف إنه إحنا بنستخدم أدوات سؤال لحتى نقدر نعمل استفهام ونسأل بأدوات سؤال مختلفة. ممكن نستعمل كيف، أين، متى، هدول بالنسبة لأدوات الاستفهام في اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية كل زمن له أدوات معينة، تمام، أو أداة معينة لحتى يسأل فيها، وبيكون معناها هل. أما أدوات الاستفهام الثانية فهديك إن شاء الله تعالى رح يكون في إلها دروس مخصصة لحتى تكون واضحة بالنسبة لكم. لكن هلأ لازم نكون عارفين إنه إحنا أداة الاستفهام يلي رح نستعملها اليوم إن شاء الله تعالى رح تكون خاصة بالزمن الماضي، وما رح أقدر أستخدمها في زمن تاني مثلا مثل الزمن المضارع. الآن للسؤال، في الزمن الماضي نستخدم أحبابي أداة سؤال تسمى did again، مرة تانية did، كأنه عندي الآي بتعطي صوت مثل الكسرة did وتعني هل. إذن معنى did هون أحبابي هل. إذن بنستخدم في الزمن الماضي أداة للسؤال بنسميها did، وهذه did تعني أو معناها هل. الآن تقع did في بداية السؤال، بالبداية أي أداة سؤال أحبابي لازم تكون at the beginning of the question، في بداية السؤال. تقع did في بداية السؤال، وينتهي السؤال بعلامة استفهام. إذن any question، أي سؤال، will start with did، أي سؤال بزمن الماضي رح يبدأ ب did أداة السؤال وينتهي ب question mark علامة الاستفهام. يبدأ ب did وينتهي
بعلامة الاستفهام. طبعاً did أحبابي بتلاحظوا لأنها بتيجي في بداية السؤال راح تكون دائماً أول حرف منها capital letter، حرف كبير. بعد did أحبابي يأتي فعل بدون إضافات. هلأ إحنا هذا الفعل بنسميه فعل مجرد. شو يعني مجرد؟ يعني فعل ما عليه أي إضافات، ولا عليه إس ولا إي إس ولا دي ولا إي دي. يلي منكم سموا لي داخل الغرفة الصفية بالفعل المضارع. ممكن نسميه هيك بس لحتى تكون الأمور أوضح بالنسبة لإلنا وأصح كمان، لازم نقول يأتي بعد did فعل بدون إضافات. فعل بدون إضافات يعني مش ممكن أبدا يجي بعد did فعل عليه إضافات، ورح أوضح لكم إن شاء الله تعالى هاي النقطة من خلال مثال بعد شوي. آخر ملاحظة حابة أحكيها إنه الجواب يكون بيس أو نو. الجواب بيكون إما بيس نعم أو نو لا، ورح نعرف هلأ إن شاء الله تعالى كيفية الإجابة على السؤال اللي بينسأل بديت، وكيف رح يكون الجواب مع نو، وكمان كيف رح يكون الجواب مع يس. Let's start. أوكي، الآن أحبابي حطيت مثال بسيط جدا مكون من سؤال وجواب بطريقتين، الطريقة الأولى بيس والطريقة الثانية بنو. أول شيء خلينا مع بعض ننتبه للسؤال الموجود عندي. Did she clean the house? Again مرة تانية. Did she clean the house? هلأ بالبداية كلياتنا اتفقنا إنه أداة السؤال يلي هي did تأتي في بداية السؤال، وهيها موقعها في بداية السؤال. هذا الشيء ممتاز جدا. الآن شو معنى did؟ هل ممتاز. إذن هل did وفي بداية السؤال. she هي، هل هي، هل هي. clean نظف، نظف. هل هي نظفت the house المنزل؟ هل نظفت المنزل؟ هل هي نظفت المنزل؟ الجواب رح يكون عندي إما بيس يس أو نو نو. يس شي ديد أجين، يس شي ديد، أو نو شي ديدنت مرة تانية، نو شي ديدنت. خلينا نعلق على هذا المثال عشان تكون الأمور واضحة. أوكي، الآن برجع بكرر إنه إحنا عنا أداة السؤال كانت موجودة في بدايته معناها هل، وهي did. انتهى السؤال بعلامة استفهام. عندي الفعل الموجود بعد did، شوفوا كيف ما عليه ولا أي نوع من أنواع الإضافات. clean لوحده ما عليه ولا أي نوع من أنواع الإضافات. يعني مثلا أحبابي ما بزبط أحكي cleans ولا كمان cleaned، فقط بستخدم فعل مجرد. مجرد يعني ما عليه ولا أي إضافة، مجرد بعيد عن الإضافات. لما يكون الفعل موجود بعد did. The house المنزل، المنزل. إذن لا يمكن أن أستخدم فعل معه إضافات بعد did، لأنه did so strong جدا قوية ترفض أي إضافات على الفعل ويبقى الفعل نظيف كما هو. الجواب عليها بيكون إما بيس يس أو نو. الآن مع يس أحبابي بتكون did بدون أي إضافة، لكن مع نو بتكون did أحبابي مضاف لها النوت، لأنه نو ترفض أن يكون الجواب تبعها بدون وجود النوت. إذن النو لازم تكون النوت موجودة معها، فمنقول نو شي ديدنت،
No, she didn't. That's all for today. هذا كل شيء لليوم. إن شاء الله تعالى رح يكون في عنا جزء أخير بإذنه تعالى الأسبوع القادم لهذه القاعدة، وبهيك منتم القاعدة إن شاء الله وبيتمكنوا طلابنا منها بإذنه تعالى. Thank you for listening. Thank you for watching. شكرا للاستماع والمتابعة. I'll see you next time إن شاء الله تعالى. بشوفكم بالحصص القادمة. إلى اللقاء.